السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير على خير. اليوم غادي نقدموا واحد القرص كيجيو من صغر بحال شكل ديال القرجلات، ولكن كيجيو زويونين وفتيين. غنديرهم بالدقيق ديال الفينو. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، غنديروها في اناء اللي غنديرو فيه، وغنضيف عليها كاس ديال الماء وربع كاس ديال السكر، وغادي نخلطو هذا الخليط مزيان، وغادي نخليوها يرتاح واحد 3 دقائق. غنزيدو مكونات اخرين اللي غادي نضيفو. هاد العجينه كتبغي تكون خفيفه، ما تكونش ناشفه، لان الدقيق ديال الفينو كيشرب. غنضيفو كاس ديال الماء سخون اخر على الخليط، وغنزيدو 3 ديال الحليب مجفف، 3 المعالق، وغادي نخلطو المكونات مزيان. غنضيف 4 كاس ديال الماء الزهر، غنضيف ملح معلقه صغيره، غنضيف كاس سكر ثاني داك اللي كنا نقصنا منه، زدنا عمرنا، نحتاجو كاس ديال السكر. عندنا زلافه ديال الدقيق ديال الفينو، عندنا خمره حمراء وحده، غادي نزيدو زلافه ديال الدقيق الابيض، وعندنا زليفه صغيره ديال الزنجلان، وغادي نجمعو هاد المكونات مع بعضها مزيان، نعجنوها. غادي نعجنو الخليط مزيان، ومن بعد غنديروها في واحد الاناء وندهنوها بشويه ديال الزيت، وغادي نخليوها ديروا عليها السلفن، وغادي نخليوها ترتاح مزيان حتى يضاعف الحجم ديالها، غادي تخمر. صافي، من بعد ما خمرت كما كتشوفوا طلعت وكتكون خفيفه شويه، كتجي رطبه. غادي نحتاج شويه ديال نخرج داك الهواء اللي فيها بعدا، وغادي نحتاجو شويه ديال الشوكولاط اللي متوفر في البيت ديال الدهن، وغادي نقرصهم فحال الشكل ديال اللي كنقطعو الرغيفات، غنحلهم في الوسط ونعمرهم بالشوكولاط، وغادي نجيب السينيه اللي غتدخل الفرن، وغادي نبدا نحط بهذا الشكل هذا فيهم. ما كيديوش مكونات بزاف وكيجيو زوينين. غادي نعمرهم كاملين هكاك، كنقرصهم غير في يدي بلا ما نحتاج عاد ندير في سطح العمل، لان عجينه خفيفه. كندهنو يدنا بالزيت، ضروري ندهنو يدنا باش ما كتلصقش العجينه. صافي، غادي نكمل داك العجينه اللي عندي، وغادي نطرب واحد البيضه، غادي نحتاج بيضه غادي نطربها. دابا غادي نحاول نهبط عليهم شي شويه كاملين، ندور عليهم ننزلهم شي شويه، نقرصهم بهذا الشكل غير شويه شويه شويه، هما في الصينيه. غادي نجيب بيضه اللي طربت، وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم كاملين، وغادي نضيفوا عليهم شويه ديال الزنجلان. غادي نضيف عليهم الزنجلان كاملين. صافي، وغادي نكون درت الفرن كيسخن، وغندخلهم الفرن، غنشعل عليهم من الفوق ومن التحت. صافي، من بعد ما طابوا هادو الشكل ديالهم النهائي، بعد ما تحمروا مره واحده من الفوق ومن التحت، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. نتمنى تعجبكم الطريقه، طريقه سهله وخفيفه، وما كتديرناش بزاف ديال المكونات، ونفس الوقت كيجيو زوينين. والسلام عليكم. Thank you.